السلام عليكم ولادي تلاميذ السنة الثالثة ابتدائي. السلام عليكم خواتاتي، اليوم ان شاء الله بفضل الله تعالى وجوده ومنه وكرمه غادي نديروا هاد الصفحة 32 هاد التمارين. بسم الله على بركة الله نبدا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بون قال لك look at the picture activity 1 and cycle the right answer in your copy book. قال لك روح شوف هاد التصويره، دائما على مع هاد التصويره هادي، ومن بعد نروحوا هنايا نسايكلوا ندوروا على الاجابه الصحيحه في الكابي بوك في ال كراس تاعك. بون هنا يقول لك وير از شي، وراهي هذه مام، وراهي مام، امك وراهي. يقولوا شي از ان ذا باثروم، اسكو راهي في الغرفه تاعها تاع النوم، ولا شي از ان ذا كيتشن، ولا شي از ان ذا باثروم. هو قال لك في الكيتشن، نروحوا نشوفوا التصويره. ها هي دي وين جايه. She is in the kitchen. إلا قطعت تجاوب she is in، she is in، قولوا she is in the kitchen. انتي يا بن أم، انتي يا أختي العزيزة، قري ولدك ولا بنتك شو تقولي لها؟ قول لها where is she ولا where is mom. يقول لك هو يجاوبك يقول لك she is in the kitchen، she is in the kitchen. هذا شكون هذا؟ Where is he؟ هذا ياسين تبان لي لا. He is in the bathroom، اسكو راه في الحمام. He is in the garden، راه في الحديقة. ولا he is in the bedroom؟ ما على بالناش، نروحو نشوفو ولا راه في الشومبرا. نروحو نشوفو هذا ياسين، ها هو هذا. وراه he is in the bedroom. يعني نسايكلو على هي إيز إن بادروم. إيه نديرو غير هادي سي، أوكي هادي. مقالك ماتش، مقالكش ربطة، قالك سايكل، يعني لقنا نتقيدو بالإيج بالسؤال شي قالو لنا، أوكي. أنا قالك وير إيز شي، وراهي هادي مريم تبالي. وير إيز شي، شي إيز إن ذا باثروم، راهي في الحمام. ولا she is in the garden، راهي في الحديقة. ولا she is in the bedroom، ولا راهي في الشومبرا. هي راهي she is in the garden. نشوفوا إلا راه صح راهي في الجاردن. هاي هادي مريم راهي في الجاردن، هادي تين هنا، هادي تين هنا اللي جات عندها، وهادي مريم. مريم she is in the garden. أوكي هذا هو التمرين تاعنا. نعاود نسقسو ونجاوب. Where is she? She is in the kitchen. Where is he? He is in the bedroom. Where is she? She is in the garden. دروك نقول لك make mini paper puppets of your family members, mom, dad, brother, sister. نقول لك غادي ترسمي كيما هكا هادو، وغادي ديرهم بوك ومك، غادي تضحكوا عليا. هيا وتقطعوهم نتوما، ديروهم خير من هكا. انا درتهم تاع 5 5 هكا، مام داد براذر سيستر. اوكي ترسموهم هكا وتقطعوهم، اوكي باش نروحو نلعبو واحد اللعبه. اوكي هذا هو دراو، يعني ارسم، ومن بعد كولر، ومن بعد لون، ومن بعد نايم يعني كتب، ومن بعد كات يعني قطع. اوكي هذا هو. السلام عليكم ولادي تلاميذ السنة الثالثة ابتدائي. السلام عليكم اخواتاتي، اليوم ان شاء الله بفضل الله تعالى وجوده ومنه وكرمه غادي نديرو هاد التمرين. صفحة 9 رقم 9 صفحة 33. بسم الله على بركة الله نبدا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وعبارة عن لعبة، لعبة شوالة تعرفوا كيفاش تطرحوا وتجاوبوا، طرحوا السؤال وتجاوبوا. قالك use your paper puppets and play the game with your friends. غادي تستعمل your paper puppets، هادو اللي درتهم معاكم سموهم paper puppets، يعني الدومة الورقية. هادو غادي نلعبو اللعبة مع الأصدقاء. أنت أختي العزيزة اللي راكي تشاهدي فيا غادي تخدميهم أنت ولدك، انتي وبنتك وتلعبي بيهم في الدار. اوكي بون سقسي ولدك ولا بنتك، تقولي له where is my sister's bedroom، where is my sister's bedrooms.
باينه باللي السيستر بادروم هي هذه اللي فيها لونوغس الغاز. وين جايه؟ شوفوا اول حاجه الا قطروا هذا المنزل باللي هذه باب هذه باب هذه باب بيبان جايين منا صافي. مادام الباب جاي منا صافي next to شا تقولي؟ تقولي it is next to the living room opposite the dining room. Okay, next to the living room opposite the dining room. Right. شوف. It is, where is my sister's bedroom? It is next to the living room opposite the dining room. وين قريتو between يعني ما بين ولا في وسط؟ تقولوا it is between the living room and my brother's bedroom. هادي it is between the living room and my brother's bedroom. اوكي ومن بعد تطرحي لي السؤال تقولي له where is she وراهي اختي وراهي هي وراهي هي she is in. هادي نروحو نرفدو الشيره هنايا تقول له وير از شي ديري لها هكا لولدك ولا بنتك يقول لك شي از ان ذا باثروم ذا باثروم ومن بعد شي از ان ذا باثروم شي از ان ذا ليفينغ روم بعد يقول لك بعد تقول له وير از شي يقول لك ولا تقول لك شي از ان ذا داينينغ روم وبعد تقول له وير از شي يقول لك شي از ان ذا كيتشن تقول له وير از شي يقول لك she is in the bathroom. هذه هي هذا هو الجد تاعنا. عاودوا نروحوا نقولوا لك where is the kitchen وين راهي الكيتشن المطبخ تقولي it is next to the dining room opposite the living room. How that the kitchen is next to the dining room opposite en face the شاولا the living room. Okay, ومن بعد نقول لك where is my mom where is mom قولي she is in the kitchen where is mom قولي she is in the dining room where is mom she is in the living room where is mom she is in the bathroom say ها where is mom she is in the bedroom وهي رايحة ومن بعد تقولي له where is my parents bedroom وراي الشومبرا تاع لي بارون تاع والديا وراي يقول لك it is next to the dining room next to the dining room opposite en face شوفي وين جاي en face my brother's bedroom en face الشومبرا تاع خويا اوكي هاد where is my parents bedroom it is next to the dining room opposite my brother's bedroom بعد قوله where is my dad ورا بويا روحي جبدي هذا وقوله where is my dad ورا dad تاي daddy where is daddy هذا ورا dad he is نقولو in the bedroom he is in the bathroom He is in the living room. Where is my dad? He is in the living room. Where is my dad? He is in dining room. Where is my dad? He is in the kitchen. صحي؟ هكا تلعبوا. صح؟ ومن بعد نروحوا. نقولوا Where is my brother's bedroom? Where is الشومبرا تاع خويا؟ يقولك It is next to my sister's bedroom. Opposite my parents' bedroom. جاية next to بجانب my sister's bedroom opposite my parents' bedroom en face الشومبرا تاع لي بارون تاعي بعد نقولو where is he ولا where is he هذا هو البراذر نقولو where is he he is in the bedroom he is where is he He is in, كي نقولو حنايا, in living room.
Where is he? He is in the dining room. Where is he? He is in the kitchen. Where is he? نقدو غير نلعبو هكا. He is in the bathroom. Where is he? He is in bathroom. وهي رايحة صاي هادي. شوفوا خواتاتي كما قلت لكم ديروا ان كايه تقروا فيه ولادكم. It is next to my sister's bedroom, opposite my parents' bedroom. بعد قولوا where is he? He is in the bedroom, ولا he is in the kitchen, ولا he is in bathroom. انتم وحدكم تلعبوا الأبوار. اوكي ما تنسوش تديروا هادو البيبر puppets هادو وتلعبوا مع أولادكم. وبهذا نكتفي بهذا القدر. إن شاء الله تكونوا فهمتوني وحليتوا معايا ودرتوا معايا هاد اللعبة. إن شاء الله إلا فهمتوا ماذا بكم جام اشتراك في القناة اللي ما راش مشترك. ربي يحفظكم ودعموني قدر الإمكان أخواتي ولادي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.